السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة جدا موضوع البلاجاريزم، أو إن احنا نتأكد إن الكلام المكتوب في المقالة هو كلام أصلي وليس منقول من مقالة أخرى. فاحنا ممكن في موقع اسمه دبلي تشيكر، بلاجاريزم تشيكر، باخد الكلام وأحطه كوبي بيست، أو أعمل أبلود لي الملف أو أديله الرابط، هو يبدأ يفحصه ويبدأ يقول لي إذا كان فعلا هل الكلام ده أصلي ولا متاخد من تاني. بقول له تشيك باللوجاريتم، فهو بيبدأ يفحص الكلام، لو لقاه موجود في أي مقالة بيقول لي لا موجود في المكان الفلاني، ونسبة إن منقول من مقالة تانية قد إيه، بيبدأ يقسمها فقرات. فهو بيقول لا ده أهو بنسبة 60% بلاجاريزم، 40% يونيك، 0% ريليتد مينينج. دي مش المقالة بتاعتي، ده أنا واخدها من موقع كده، تمام. فبيبدأ هو يشوف. فأنت مثلا لو أنت اللي كاتب المقالة ديت أكيد بعتها لجهة مثلا علمية فعندها البلاجاريزم دوت، فأنت ممكن تعيد صياغة الجملة بأسلوبك، وده مش غلط. أنت بتكتب أنت فاهم إيه من الكلام، يعني ما تاخدش كود بس، لأ حط الفكر بتاعك. في فرق ان انا اقعد اكتب لك اقوال العلماء في المساله ديت، تمام، وانا فاهم ايه او انا بضيف حاجه. في ناس بتحفظ وتحط، لا المفروض ان انت بعد ما بتحط اقوال السابقين بتقول رايك، بتحط اضافه من عندك او بتحط راي وسط، او يعني بيبقى في جزء كده خاص بك انت، مش مجرد ان واحد عمل سيرش على جوجل وخد كوبي بيست. لا المفروض ان هو بيعيد الصياغه وينتقد ويحط البصمه بتاعته.